السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله أجمعين. طيب أخت تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك أخي الكريم على كل مجهوداتك، أرجو أن توصفني. زوجي توفي منذ شهرين من إثر السحر، كان من مرض إلى مرض والعملية بدون حساب، إن كانت العملية الجراحية. طيب نجيب على سؤال على اتصال وبعدين. السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيك، تفضل أخي حبيبي. ترى الحيات. نعم ألو، أنت اليوم شتي الحيات في المنام؟ شحال من عام انتم مزوجين؟ يلا شهرين الحمد لله. العلاقة بينكم مزيان؟ طيب انتم متزوجين شهرين، بديتوا كتشوفوا الحياه زوجتك، انت الان احتجتيها، هذه جوج اسابيع العلاقه بدات كتدهور، ردوا البال، لان هذه انذار وعلامه ان هناك شيء مجهول، اما في بدنك او بدنها او عليكم بجوج، بحيث هذا الان غيبدا خدامين بشويه بشويه حتى تولي المشاكل بدون سبب، الفرقه، ضيق الصدر او التعطيل او الامراض، باش يوصلوا الامر ديال الشتات او التفريق. فهنا غيسهل لك الامر ان شاء الله تعالى، من زوجتك تبدا الحق الاضعف في الزوجه، تكثر الاستماع للرقيه وخاصه الحيات والسحر والتعطيل، وغادي تصرع وغينطق ويتكلم بهذه الامور في بدايتها، وان شاء الله ويتم الامر على خير وتخرج. ولا استصعبك الامر، خليها تسمع كثير لهذه المقاطع، واعطيني الاشارات اللي عملت بيديها او الاشياء اللي نطقت بها، ونقول لك شنو غتعمل ان شاء الله تعالى. صافي، ما غير ما تخافش، الامر راه سهل، غير انت تعطيها سماعة تكون جيدة والصوت يكون مجهد، وتكا ان شاء الله تعالى، ودير لها المقاطع المطولة ديال ساعتين ثلاثة ديال الرقية الشرعية، ما غاديش يخطروا الصبر غير ينطقوا، غادي يتكلموا بإذن الله تعالى، مادام الأمر خاص باقي في بدايته، إلا إذا كان أن زوجتك مصابة قبل ما تزوج بك، ولكن سولها واش كانت كتشوف شي حاجة قبل الزواج أو لا. صافي، إذا قبل الزواج كانت مصابة، نعم، اذا هي مصادقة قبل الزواج، هذه علامة انها مصادقة قبل الزواج. هنا خصنا واحد المسألة نفهموها، اذا كانت مصادقة قبل الزواج وكانت كتحصل لها الاعراض اللي قلتي ثم تضاعفت عليها بعد الزواج، فقد يكون فعل فاعل في الزواج، او يكون ذاك اللي فيها كان كيتاقلم معها عادي، لكن لما تزوجت يكون عاشق ما بغاش تقرب من الزوج، فهمتي كيف؟ ففي كلا الحالات انت الان عندك اشارة جيدة انك لابد انها تكثر من الاستماع الان، باش يبان الامر، الاتصال اللي عنده في البدن واش كان عنده علاقه قبل ما تزوج او بعد الزواج. في كلا الحالات الامر راه ساهل ماشي صعيب، فهمتي، ولكن انت ملزم انك تخليها تسمع لي ساعات. صافي، واي حاجه طرا عليها سجلها وصيفطها لي. صافي، الله يوفقك. الله يستر. طيب الحمد لله، بالنسبه لهذو ما عندهمش مشكل، انا يلاه تزوجوا شهرين هذه والامور في بدايتها، يعني السؤال الثاني كان التوجيه صحيح باش يقدر على انه يعني يواجه الامر ان شاء الله تعالى، ما تخسر ارشاد.
المقاطع فيها فائدة عظيمة على المريض، أي التشخيص على هذه القاطع يجتهد ويقول نعم هذا نعم صح. المباشر والمقاطع هذه فيها خير، خير كثير جدا 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 جدا. طيب تقول لك يا شيخ، قبل 5 سنوات من هذا الوقت كنت أعاني من أصابع، واش نجاوب هنا ولا نجاوب هنا؟ حتى الجزائر كنجاوب، كنقرا الرسالة ديال الجزائر وكاين اتصال من الجزائر. طيب نشوف اتصال من فرنسا ولا من الجزائر. الو السلام عليكم. هي الو السلام عليكم. مرحبا اختي. الله يبارك دابا ماش انا بلاتي ما شاء الله. دابا كان على الفيسبوك كنقرا سؤال من الجزائر، جاني اتصال في الواتساب من الجزائر، تنتي تكلمتي مكالمه عاديه غلبتيهم كامل، جاوبتك من الجزائر تبارك الله ما شاء الله. مرحبا بك. إيمان نعم نعم 7 سنين عندي مدة وأنا نتبعك خاصة في اليوتيوب. كنت نتبعك بزاف. كانت عندي كل ملي كنت عندي دائما نحس اني نرقي في الناس، اني يجي نشوف شي تهجم علينا او ما يقدرش. دائما نقرا في القران، دائما يتهجم عليا، دائما نقرا القران ما يقدرش يكتمني. ايوه الجن كيكون في خواتاتي، في خواتاتي بنات دابا كنهضر معاه. دائما دابا كنقول موعظه يستجيب مباشره من يطلع لي يهضر معايا. حاول اني نوعظه، كاين اللي بغاك ودخل في الاسلام ودخل الاسلام الحمد لله، وكاين اللي ما بغاش. البارح اختي مش عارفين وهضر معايا البارح الحرارة دايما البارح فقط نعم طلع الجن وهضر معايا وقال لي اني حرام عظيمة في البيت وكاين 5 أسرار، وقال لي إن أمي 5 أفحام عندها جن ملك بالعرش تاعو، وعندها جن مسلم، وعندها جن للأمراض والتعطيل، وعندها جن للتخويف، وإنه الناس يكرهوها وما يحضروش معها، والأخير أسعى شيطانة. ايوا وعندها مده كبيره انه ما فهمتش انا واش هي الحوايج اللي لازم نديرها باش نعاونها، ونفس الوقت نقعد نهضر معاه مده يا شيخ، كي نهضر معاه مده نحاول اني نعظهم ونعظهم. عندي يدي اليسرى توجعني. رغم اني نسمع رقية تاعك يوميا، ونتبعك يوميا على المباشر، ونرقد بالرقية تاعك. عندك رقيات مدة 7 سبايع عنديها في الليل ونرقد بها يوميا. نعم يعني دائما ما نحس الحاجة اللي نحسها، نحس في بعض الأحيان نبض في الجسم تاعي، ولا نحس إيدي اليسرى تضرني شوية. من الآن أنا مشكلتي هي أمي. الله حابة نعرف إذا كاين ممكن شو نقدر نديرو أنا، ولا المشكل ما على باليش. إذا حبتي الجزائر مرحبا بيك، ونحكم معك موعد، على ما أعتقد إنه حالتها صعيبة وتاخذ وقت كبير. شتي والله أعلم. وأشوف على وجه أمك عندك موعد قريب إن شاء الله. إن شاء الله الله يخليك لنا خير يا شيخ. مش عارف عمرها شحال؟ عندها الله يسلمك. ما شاء الله الله يطول عمرها ان شاء الله. الله يحفظك يا شيخ جزاك الله خير. والله يعني انا عايشه في الدراسه وهي هي في الشباب، والله هي كيف بنت اصلا. عرفت فهمت، حسيت بك حسيت بك. انا يعني ما بغيت كي ندير لهم الرقيه، انه تخيل انه حتى كي درت لها الرقيه تاعك من الليل، انه جهاز الكمبيوتر تحرك. الله 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 الله. والله يعني تحرك جهاز الكمبيوتر، كيكون في الوقت كي درت الرقيه امي وكشفت لي وقالت لي كنت تقتليني، وكانت تكتيش نقتلك.
صافي صافي صافي، واضحة 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 الأمور. شوف يا أختي، أنا غادي نسجل القيمة، يعني نسجل الرقم ديالك، الإخوان يطلع كيتصلوا. عندك 6 وستين في الآخر ياك؟ عندك 6 وستين في الآخر في الرقم. لا صافي، هو هذاك هو هذاك. المهم أنا غادي نسجلك، تواصلي معايا في الواتساب صافي؟ شكرا. بقاو معايا نسجل الرقم ديالها. طيب قوم يا بناتي، اسمحوا لي نقطع عليكم، نقطع عليكم لان نقطع نسجل الرقم باش ما تضيعش الوقت. الله الله الله، اسمحوا لي نقطع عليكم. الله اسمحوا لي، اسمحوا لي. والله العظيم اقسم بالله، ما بين شوف، ما بين مكالمه ومكالمه كتجي مكالمات متابعين، وهذا كيدير الحمد لله، الحمد لله. الناس باغا تفهم، باغا تعالج، باغا تتواصل، باغا تستفسر. ولكن عند المغرب، عن الجزائر، اوروبا، الخليج، ما كيوقفش التليفون. لولا خصوصيه الناس توريكم انتم مسؤولين بزاف، ما كيوقفش نهائيا. ف غير المكالمه المغرب والجزائر دفعه واحده. انا نقطع عليكم، نسجل غير الرقم ديال، خلي يعطوني فرصه نسجل غير الرقم ديال السيده. والله لا تمشي ليا، اقسم بالله مشى. الان من فرنسا، بقول نسجل في الوقت ما نلقاش عليه، وما غاديش نبقى نتواصل معاه، وتصعب لي غير تعلمت. نجاوب هذا الرقم، عقلوا معايا كيف في الخمسة وستين. السلام عليكم. نعم أختي. أها. نعم. مع الكوفيد كلشي انيلي دونك. مع الكوفيد، مع الكوفيد انت، مع الكوفيد ما قدرتش تجي للمغرب ياك؟ فوالا سي سا، انا نسكن في فرنسا. مزيان مزيان صافي واخا. اذا المشكل كان بسبب كوفيد ياك؟ بسبب الكوفيد وي. واه صافي، ماشي مشكل. انا غنسجل الرقم تاعك ونعطيك مواعيد صافي. داكوغ، ماشي ممكن تشخص الحاله تاعي؟ يلا بسم الله، يلا اعطيني اعطيني المفيد. يلا انا يا راني ندير فوقي هنا في الدار، الولادي الراجل كلشي. كانت عندي اصابه قبل. انت منين؟ انت منين؟ ها الو، انت شنو من بلاد؟ انت شنو من بلاد؟ انا مقيمه في فرنسا. جزائريه مغربيه؟ جزائريه. والله ما شاء الله، الجزائر حطوا الرقم القياسي. تبارك الرحمن. صراحة خاصة مراكز في الجزائر. خاص فهران، الجزائر العاصمة. والله 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 الله يكسر الحدود، الله يكسرها. امين امين امين. الله والله احسنتم، الله يحفظكم، الله يسهل لكم امركم ان شاء الله. يا رب. احكي لي شنو قلتي لك، شنو كيوقع لكم؟ شوف انايا قبل ما نتزوج كان عندي، عندنا السحر ملي كنا صغار. استاذ غدا كان يديرو من الوالد ديالي. ابخي اختي تزوجت، راس اختي هو اللي كان يسحر. كان زوج اختي هو اللي كان يسحرنا. ابخي اختي تزوجت معاه، ابخي اختي ماتت. كان عندها كونسير جوج كخوا بالسحر، قطعها بالسحر تاع راجلها اللي كان يسحرها ويسحرنا. ابخي عرفنا بلي بوكو كان يسحر، باسكو قال طوالب، قال بلي عندنا كنز في الدار. ايوا. وكان جاب لنا للدار، جاب لنا زوج تاع سواسا من سوس من المغرب، جاب لنا في القهوة، وكان يقول لنا هذا ضيافة نجايبهم، باسكو حنا نسا ما نقدروش ندخلو مع الراجل. كان يجيبهم، مي انا كنت نشوف يبان لي ما سي با نورمال، كنت نشوف الزوجات نتاعهم ما عندهمش مئة نساء تاع امام ولا تاع
المهم ابخي مما تختي انا كنت شفتها واحد الباب مزيان يوصل بعد الدار عند الباب كنت نقرا آية الكرسي نرشفوك هذاك الماء نكيت واحد ما تاكلي باسكو شي فينا ما عندهاش واحد الصوره اللي الناس تشك فيه. نعم ابخي المهم اختي ماتت انا تزوجت شفتها في فرنسا جبرت راجلي جبرت عندها تعطيل بزاف تعطيل في الرزق تعطيل في العمل تعطيل في كل شيء بديت شوية بشوية بقيت نرقي أنا شوية شوية نرقي له الماء نعطيه شوية الماء أبخي العلاقة تاعنا في الأول كانت سبابة بقينا نمشيو عند الرقات مشينا هنا فرنسا مشينا عند واحد ولا ثلاثة تاع الرقات سوا ديزون مي ما لو ديرني راقي اللي مشيت لعنده من دالي الحيج الماء صرات لي حروم وقت درجة وقت ظهري مشيت ظهري مشيت قلبي دوك تما قلت صايي نحبس بقيت ندور على راسي في المغرب حق عمري ولا تصادفت مع بقية تاعك قبل ما نصادف قبل ما نوصل بقية تاعك كنت نوم نمت 3 جوغ وانا نوم حتى المنامات سدا فيا كل جوغ شفت جن هكا كيما الخرقة هكا يجي هكا جا باش يضربني زعما وانا كنت نكبر الله اكبر الله اكبر ان شاء الله لا دوزيام فوا شفت سحلية كبيرة جاية فوق الفراش تاعي انا زعما راكدة وهي جاية الفراش وهي جاية لعندي ثاني نوت مفزوعة لا تخوازيام فوا شفت مرا كبيرة تشبه للمدخولة تاع الفراش ديالي جات خرجت في الفراش تاعي بين زوجي بيني وبين زوجي رفدة سكين وجاية باش تضربني انا كنت راكدة في الجهة الطايرة في الجهة اليمنى من زكات درت حتى جبتها قبتها ميدها كوم سي سيتي فغي نت مفزوعة بخي بقيت ندور شكون فين نمشي فين نمشي جبرت الاسم تاعك درت واحد الرقية لا بخومييغ رقية حسيت روحي صرعت سي لا بخومييغ فوا تصرا كيما هكا صرا لي سرعة نقولو عرفت على الوعي جدية قوية عواجو حسيت فمي بقيت نحل جنبي هادي اللي عقلت عليها ابخي على قبل الصباح كنت نقول سي با نورمال هاد الصباح المهم بقينا ندورو ابخي مشيت لعند خوك صافي 2020 ابخي الكونفينمون مشيت دارنا الرقية ديالي قالت لي بون عندكم السحر عندكم يا ابخي ما كانش سويدي صاي تما عندنا تعطيل حتى باش نعالجو من دخلت للدار جيتي في حاله نفسيه ما نقولكش عليها جا راجلي قال لي ديك تمشي ندير لها الحجامه مشيت ندير الحجامه دخلت عند المراه ديال الحجامه ومن طرا راجلي يحس حاجه تحك في صدري قال لي حاجه تضربني هكا في صدري تحك في صدري موراها دخلنا بقيت ندير الرقيه غير انا بون خطرات سافا خطرات ماشي المهم دورنا على واحد واحد مغربيه ثانيه هي تاعها رقاو لي ليا وراجلي نتأثر بزاف العين والحسد عندنا العين والحسد بزاف بقات معايا ولادي وبعد بقيت نلقيهم انا انا ولادي كلشي عندنا زريه العينين زريه كما تقول زريه الروح زريه في القلب كلشي ندير معاهم نتأثر بهم بزاف من بعد وليت نلقي انا بنتي لولادي بنتي عندها 8 سنين وولدي عندها 6 سنين ونص بنتي تبنتي عندها عاشق ميم كنت نلقي لها تقول لي ماما راني نشوف تنين حمر يدور عليا يدور بحمرة سريعة ابخي بقات تحس بلي عندها خدش في يديها واحد راهي كيما تفرها كتدخل على يديها يجرحها من جهة أخرى أو حاجة أخرى تخيط لها هذاك الجرح وهي عافية خايفة ولدي ثاني درت لها الرقية يتأثر بزاف بالعين والحسد العينين ميم قرا فواتير تاع سورة البقرة ألف لام ميم طيب كيف بقى يصدر واحد الصوت كيما الحية شوفي اختي وي ما تكملي وي شوفي اسمعيني هادشي ما غاديش اللي بغيت كنشرح غنبقى هنا نهار كامل معاك حيت هادشي بان ليا فيه صافي فهمت كنسمع وكنفهم هادشي عندك اختي كان الله في عونكم صراحه
شحال تما من واحد في الأسرة في البيت؟ ألو ألو، شحال واحد نتوما في الأسرة؟ نتوما شحال من واحد ديال الخوت؟ الو، شحال ديال الخوت؟ عندنا رحنا الخوت خمسه تاع الولاد، رجال زعما، وانا واختي. عندي اخت واحده كبيره، هذه كبيره عايشه هنا في فرنسا تاني. من غير اللي ماتت؟ واللي ماتت السنه الثالثه. صافي، فهمت. واختي هذه اللي هنا في فرنسا تاني، ولادها كاع قراو يونيفرسيتي تاريخي، عندهم كلشي تعطيل. ايوا صافي، هو ايوا صافي، هو هذاك، صافي هو هذاك. وكاين حاجه اخرى الشيخ، مين نلقي نجبر المسامير، نجبر المسامير هكا محطوط، انا في البريك ولا حاجه، هذاك المسمار زعما ما كانش بلاصه ما كانش وكتلقاي. ما كانش بحال هكا كنيا، ومن بعد نجي ندير اكثر من ديال الماكله تاعك تاع فيها حتى في الساعه. مين نطردها ونبقى ندير شوف الله، شوف خاصني شي نهار نخلي غير اهل الجزائر، الاتصال ديال اهل الجزائر. سمعيني اختي، سمعيني. الو الو، كتدخل مكالمه مكالمه وكيوقع مشكل. عندها 94 في الاخر، نسجلها. اسمحوا لي نقطع عليكم اهل فرنسا، غادي نسجل الاخت، لان ما تنساوش معايا رقم 66 ورقم 94، بلات نسجل ما مشاو 94 بعدا. نقطع عليكم، اسمحوا لي اسمحوا لي. لا حول ولا قوة الا بالله. الو، عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. إيه. أها. الصباح المساء أذكر النوم، كان نحافظ على الصلوات، يقرأ سورة البقرة، كانت كافية كاع دايرة أي فاحشة في الأذن كثير، كنت تعرف الاعتداء، باش بغيت نقول لك كنت كانت تعرض للاعتداء. مسألة عادية، مسألة عادية. واو. لكن يعني انا كندير واحد المجهود مؤخرا، كندير كناخذ الزيت زيت زيتون تنقرا فيه سوره النور، وكنتعرض للاعتداء. بصراحه يعني ما خليت، ما درت باش، وانا الله شهد عليا، انا ماشي من ما كنشوف لا مواقع اباحيه ولا زعما اي حاجه، زعما كندير الشغل لان اصلا ما عندها فيها، فهمتي يعني كان وهادشي كيضرني كاع بزاف، يعني كنحافظ على الصلاوات ديالي، الاخلاق ديالي مزيانه، ورغم ذلك كنتعرض للاعتداء، ما باش تفهم بيا، وهادشي راه قلته. عادي 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 عادي،
ولا عادي، وكاين كاين بعض الاخوات راه اثناء الاجتهاد اثناء القراءه كيجي راه تيدير ماشي حتى تسالي. ايوا انا فكاين المشكل، كاين اللي مكيفهمش هاد الامور. واخا ملي ما عمرو طلع. شوفي اختي اسمعني اسمعني، دابا انت كتحكي لي العرض ديال واحد الشيطان عاشق، يعني غير قوته مرتبطته في العشق قويه، اش يقول دابا غتحكي عادي جدا بالنسبه لي انا عادي، غتحكي شي حاجه اللي مساله معروفه. دابا مساله هي مساله التعامل معه، كيفاش غنوريك تتعاملي معاه باش توقفي هذا الشيء، هو اللي خاصو يتفهم، فهمتي؟ دابا الامور دابا شوفي، نسجل الرقم تاعك وتوصلي معايا على الواتساب، عندك في الرقم، عندك الرقم تاعك في الاخر بلاتي بقاي معايا الله يرضي عليك، عندك 88 88 ياك صافي. واخا سمعي، دابا انت من مراكش، نحطوك مع كل الناس اللي غيستافدوا ابتداء من السيمانه الجايه، دوك اللي غيمشيو عندهم الناس للدار صافي. ولا تواصل معاك في الواتساب ماشي مشكل، انا غير يلا واخا يلا يلا صافي، تواصلي معايا ان شاء الله على الواتساب. الله يجازيك خير. امين. بقاي معايا قايده السيده هذه حتى هي 88. عليكم سبحان الله، ولكن للاسف ما كان اكيد معايا على المباشر خير مثلا. نقطع ما كيخليش نكتب والله، ما كيخليش اقسم لك بالله السميه ما كيخليش نكتبها والله العظيم، والله السميه ما كيخليني نكتب هاد الله، ولكن واش نبغى تستافد من انت ما تكتب السميه وتقرا اسمع ديالك وتمشي عاوتاني، نبقى في نفس المشكل اللي كنا فيه، خلينا نكتبو السميه الله يرضي عليك، نتمنى الله ما كيخليوك تكتب السميه بسم الله، المشكل كتقطع على واحد كيعاود هو كيتصل كتقطع عليه كيشدو واخر، يعني ما شاء الله الناس كلهم كيتاخر، ولكن خاصني ضروري نقيد السميه باش نتواصل معاها نتابع. مشكل والله. السلام عليكم. نعم خسي. الحمد لله الله يبارك فيك. سمحوا لنا خدمتك المسيرة. الحمد لله الله يبارك فيك.
ما كان سمعكش مزيان. نعم. قلت لك الزوج تاعي توفى عنده شهرين، وهو كان مريض عنده ملي تزوجت معاه، يعني ما شفناش طعم الحياة الزوجية. شحال من عام انتم مزوجين؟ 37 سنة. زواج؟ ايه. شاف عمرك؟ مرض. شاف عمرك؟ شاف عمرك؟ انا في عمري 53 سنة. 53 سنة، هو شاف عمره؟ هو عندك مات عنده 59 سنة. تزوج وشاف عمركم؟ تزوجت أنا 18 سنة، هو 24 سنة، وكان متزوج من قبل ومطلق. وحياتكم كلها دازت مشاكل؟ من الليلة الأولى دايما مشاكل. رغم هو اللي اختارني، هو اللي حبني، هو اللي يعني ما كاش طعم الزوجية كامل. والله ينتقم من الظالمين. هادشي اللي نقول، ينتقم من الظالمين. سيري اختي كنسمعك. الو، شنو قلتي؟ عاودي ما سمعتك. لا ما يسمع. شنو قلتي؟ قلت لك الام ديالي كانت تدير لي علنا من السحر. الام ديالك انتي؟ ما هو يخرج الزوجة تاعها، يخرج ولادها، تتبحر لي دايما، تبحر لي، نصيب الحجابات في فراشي، نصيب الرش يوميا. يعني انا مرت من رجلية، طول حياتي وانا مريضة من رجلية بالفاريس، وهو 29 سنة دار عملية قصوا له 9 سنتيم من القصران تاعو، توكلوا انا كان يشوش فيا. جبت البنات مع الاولين، جبت 4 بنات على جهه، كاع ما يفرحش، يرفد بيي ويروح للخارج ويخليني للشر. سمعتني؟ كان سمعك. بنتي الكبيره دوكا راهي عندها 34 سنه، وراهي معاك في الفيسبوك، وهي سمي راهي معاك في الفيسبوك، راهي دايما هي متبعاتك، والتشخيص اللي شخصاته هي اللي فيقت لنا، وشخصاته من الرقية تاعك. فهمت. واه. يعني عدنا الوراثة، عدنا الوريث، وهو من عملية العملية ده. هو دار العملية، عنده 29 سنة، وقول كل عام يدير عملية نوع. نقول لك في طول حياته هذه من 27 سنة حتى اللي مات دركا، نقول واحد 15 عملية. والله يرحم لي، الله يرحمه، الله يغفر ليه، الله يسكنه الجنة. آمين. والأعراض بانت كلي تاع سحر، وجبت له روقات حتى للسبيطار، هاو 3 أشهر كان في السبيطار، ودرت له روقات، الروقات ولاو يبكيو عليه. يعني الحالة باينة. دوكا نهار الوفاة تاعو دار العملية، توفى، رحت أنا وهذه بنتي الكبيرة اللي راهي مريضة، ومام حتى الدار، أنا الدار ولادي قاع مشتين، قاع ما يتفاهموش، ودايما عندي الزكا. هذه بنتي قالت لي، دوكا قالت لي كي دخلت على بابا وهو ميت، قالت لي حاجة دخلت لي من فمي ولات تتوغ تبكي وتتوغ، قالت لي مشي أنا اللي كنت نبكي ونتوغ. ذكر ديك الليلة، نهار اللي توفى باباها، خرجت لها كوبرا على طور السقف تاع بيتها، ومن قبل خرج لها غوريلا، هكذا فصلت، تخرج لها غوريلا، وخرج لها الاخر طائر بالتاج تاعو، قلت لك شفتو هذا، شفتو علنا، تشوفو يوميا عندها اعراض. يعني دارها ما كانتش قاعد تسكنها، ولا داري سيختو في الدار هنا عندي. هذا قبل كل شيء، انا بنيت بنيان، كي سكننا فيه انا والزوجة تاعي في الساس، نمت افعى سوداء، نفس المنام اللي ناموا زوجي وانا. وانا دايما النوم الفاعي، والنوم كانهم نساء يجروا مورايا، دايما ننسى هكذاك مرايا ويعذبوني. كي كنت عند بكري هذه، كي كانوا ولادي كاع صغار، مرة قريت عليهم آية الكرسي، تحرقوا. الله ينتقم من الصحراء الظالمين. آمين آمين. وهذه المرة
مره كي بدات بنتي وفقنا باللي عندنا خلاص السحر بان وليت نجيب لها في الروقات يعني ما قدروا لهاش ما قدروا لهاش بالحقيقه كاع قالوا لها عندك ملوك. فهمت الليله لي رحت كنت بايته عندها وكانت مريضه ويعني وتبات قاعده وكل الزوج تاعها دائما بعيد ملي تزوجت وزوج تاعها يخدم بعيد نفاو ايه ونسيتك ونقول لك ثاني العرض تاعها والعرض تاعها ثاني وين ما تزيد سيزاريان الكشف تاعها الزوجه قالها لها الطبيب كي جاي يديرها سيزاريان قال لها وهي بنتي سمينة نقولت لي سمينة احنا نقولوا شحمة الطبيب قال لها كي جاي لها سيزارين قال لها يا مرا قال لها انت ما كيش سمينة روحي رقي على روحك هذا الطبيب قال لها يعني مشوهي لها الصورة تاعها تشويه الجمال و تشويه الجمال صح هذي لا اله الا الله يعني تشويه الجمال انا عندي ثاني عندي اختها اللي موراها زوجتهم شهر ما بيناتهم هذه اختها هذه ما تحضرش افرحنا هي عايشه معايا في الدار تغلق على روحها في بيت زوجتها قعدت شهرين وتلقت راهي دوكا راهي عندها طفله راهي جابتها معاها عندها 9 سنين ما تهضرش معانا وما كانش تهضر مع باباها وما زالت للان هكذا نافر علينا هو رحموها آمين ماشي خاطرها ماشي خاطرها مسكينة على بالي ويعني تشوف حياة بنكة كي تشوف الدراري هكذاك مشتين أنا عارفة بلي كاين أسحار وكاين هالماء مشي مساعدتني في الرقية مشي مساعدتني في الطاعة تاعها عاد شنو خاصكم نتوما دابا؟ بحال مثل هاد الحالات خاصكم راقي يتبنى الحالة ويعيش معاكم ماشي يعيش معاكم في الدار يعيش معاكم الحالة من الأول حتى الأخير يبقى دائما يتابعكم حتى تصفاو مزيان لأن الموروث راه ماشي خصوصا بحال دابا الأخت اللي قبل منك هي من الجزائر كتشوف التنين ودابا بنت كتشوف كوبرا في السقف ملي مات الزوج خرجت من الفم دخلت لها في فمها وبدات كتبكي بكاء ماشي ديال دابا عندكم شي حاجة كتبقى دائما كتنقل من الاباء للابناء وهذا كدور فهمتي كيف وعدكم... انا سيدي نقول لك الحاله تاعي انا بابا مات وانا عندي 6 شهور صافي مات غريق مات غريق مات في واد غريق يما قعدت لنا يعني حياه كما نقولوا الحمد لله مستورين الحمد لله بصح كي كبرنا اختي الكبيره ثاني هكذاك مازالت للان تتخبط في يعني تزوجت وطلقت بعد 18 سنه تزوجت طلقت 19 سنه جابت طفله معاها طفله دوكا عندها 38 سنه مازال للان ثاني راهي تعاني من الاسحار كيما هكذا ما تزوجت ما والو عرفتي المشكل فين كيكون دابا الحاجه المشكل كيكون هو في لما تكون الشياطين قوية وتكون كتسحر وانتوما ما كتعرفوش شنو واقع في البدن وهي غادا كون يوم على يوم كتبني بنيان جديد كل مرة كتبني لكم حاجة كتخطط لحاجة وانتوما ضعاف ما فاهمينش حتى لا اجتهدوا كتجتهدوا اجتهاد خفيف ما جيت تبني تريبي طوبة هو ابن عمارة فهمتي صح على بالي هذه دابا هنا كيولي المشكل مشتين مفرقين مراض الموت كيولي تشويه الجمال بزاف الحوايج شوف دابا نتوما خاصكم تبداو العلاج صح انت الام تجتهدي خاص البنات يجتهدوا هذيك الابنه مثلا اللي حابسه نفسها وحابسه روحها لا كتقدر تمشيو عنها تخصوا لها واحد الايام جيبوا لها شي معالج تما في فرنسا يدخل عندها الدار إليها. انا من الجزائر انتم في الجزائر دابا ولا في فرنسا انا في الهاله من الجزائر احنا في الجزائر كاين الاخوه في الجزائر تجيب لها مثلا انا بيان وكان تقول لي كاش واحد هكذا تكون تعرفه صافي واخا ان شاء الله نشوف لك باذن الله ان شاء الله بارك الله فيك فضروري على الاقل غير تخرج من هذه العزله ديالها لان هذه العزله صعيبه صحيح ودابا عزله وبعيده على والديها ومعاها ولا قريبه منها انا نشوف نحكمها ننصحها واش كاين واش ما كاش وهي ما كاش مشاكل ما شوفي هي مخترقه المشاكل سمعيني هي مخترقه مشاكل
سمعيني مزيان يا داك. خاصنا نفهموا واحد الحاجه. واش الانسان ملي كيكون سكران تقول له تقول له هدا وما تبقاش تهوى وما تبقاش تدير الصداع وما تبقاش تقول تخسر الكلام؟ صح، هو عقله ما كاينش سكران صافي غيبوبه. هو دابا هذه اللي جين شاده وحاكمها انت تقول لها لا كوني مزيانه وفرحي، راه باغا تفرح وكاين عندها ضيق واكتئاب، هي باغا تفرح ولكن داك العقل اللي غيفكر باش يفرح ما كاينش. واخا تكون كتفكر باغا تفرح ما تقدرش، كاين شي حاجه خفيه. اذا شنو خصنا نديرو؟ خاصنا على الاقل الخطوات الاولى تكون منا حنا، نعاونوه على الاقل حتى يرجع شويه ايقاد الطاقه ديالو، ايقاد غير التوازن ديالو، ومن بعد بعدا ان شاء الله تاع ديك الساعات هو غيعاون راسو. اما دابا هي غلبوا عليها ما يمكنش. ان شاء الله خاصكم نتوما تجيبوا، خاصكم تجيبوا دابا شوف تجيبوا لها المعالج اللي يكون اول حاجه معالج ويكون يفهم كيفاش يتعامل مع نفسيا ويتعامل مع روحيا. السكون يفهم. شحال في عمرها هي قلتي لي؟ 33 عام. دوكا راهي عندها الكبيره عندها 34 سنه، واللي موراها اللي هي راهي منعزله عندها دوكا 30 سنه. وقلتي لي والده؟ مطلقه. واش كله ما سهلش عليها؟ نعم، اصلا هي زواجها كي طلقت ما كانش مشكل. بدون مشكل طلقت؟ ما كانش مشكل كي طلقت، ما كان حتى مشكل. حبت تفاهمت هي وراجلها قالت له نطلقوا، قال لها نطلق. ونسوك واحد السؤال جاوبني بصراحه الحاج. مرا هي وراجلها عايشين بخير، قالت لي نتفاهموا نطلقوا وطلقوا عادي؟ ايه هذه هي مشكله، ما يعني كاين مشكل بصح مشكله ما يقطع طلاق. حاجة عادية. طلقها وخليها ترضى بالطلاق وعزل على الناس وسد عليها. ايه صح هذه هي. مشاكل والله، مشاكل والله. شوف من فضلك الشيخ حبيت نحكي لك على منام، اخر منام اللي شفته. نمت الام ديال الزوجة تاعي جبدت حجاب قديم وحلاته وفيه طلاسم وعطاته للزوجة تاعي. واخا انت ملي كتصنتي للرق اش كيوقع لك انت يا؟ انت اش كيوقع لك؟ انايا واش وقع لي؟ انايا دائما نافره من زوجي وكارهه منه. دوكا نكره دوكا اي يعني جاس يديروه ولادي مثل الزوجة تاعي، نقول لهم ما تبداوش يديروا قدامي هذيك الاشياء. عاش حياتي خلاص مدمره، ماشي ما عشت لا صغري، انا يتيمه ما عشتها كما قلت وتزوجت. شوفي اسمعيني، الرقم تاعك هذا جزائري ياك؟ عندك في عندك في 91. انا عمي خصني نسجلك لامي تنتي توضي بحال الناس. وصل. انا هذاك الموسيقى غادي نوقف هنا باش نسجل حالة الجزائر. غتعطيوني ها؟ اش؟ زيرتي واحد الدري كدير الميناج دابا، قالت لي شكون انت وغادي طيح؟ قالت لي شكون انت؟ مسكينة والله إلا غطيح، غطيح، طلع فيها والله إلا طلع فيها، أقسم بالله كدير الميناج دابا، طلع فيها حمرين وغطيح، كدير الميناج هنايا، قالت لي شكون انت؟ شكون انت؟ لما تكلمت طاحت، والله إلا طاحت، بديت كدير الميناج، شفت فيك طيح. قالت لي شكون انت؟ يطيح. مشكلة. واحد البحجة هنا شافتني يطيح. زعزعات قالت لي مريضة، هذه طاحت غيبات. نعيط عليهم يفيقوا. ما نمسهاش. واش بقاو معايا. ما بغيتش نقول لهم الرقيه، انا كلشي غادي يتكب عليا يقول لي رقيه رقيه رقيه، فهمتي؟ غيبات واحد السيده
لا شوفوا شوفوا اسمعوا اسمعوا تخافوش اسمعوا اسمعوا اسمع. صحيح لكم شنو كاين قبل كي يخرج تخلع اسمعوا 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 هذه انا جاي شكون انت مسعود هذا شنو عاشق عاشق فيها وعين الحمرين شكون انت اش كدير هنا شكون انت هو يطيح مصيبه دابا اللي تحضر سير طيح اش كاين عرفت كل شيء مغيب انا ما عارف ايش وصل خلينا نكملوا الدرس ديال الله المستعان اشتي مشكله ولا مشكله صافي فاقس فاقس في اللقناة تدخل سريع اعطوا الطبيب يوم بيوم ستي وها يعد الجين مسكين ما تخافوش ريحوها تم واحد خمسة دقائق أترجع له وعي ساعات خمسة دقيقة ترجع لو غير نزل هو صافي ترجع هي عادية على الله شحال نعمل فيها طيب تعطيني خمسة دقائق تنكمل معكم ما كل شيء تبع لي انا